وانا مهم عندي ان انا افهمها قدر الاستطاعه. الجهاز المصري للملكيه الفكريه، الرئيس النهارده وقع قانون انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكريه. وخد بالك انت بتتكلم على مطلب بقاله سنين طويله، وعلى ما يبدو خلاص القانون تم توقيعه، هتطلع له مذكره تنفيذيه، هنبدا الشغل فورا. اللواء الدكتور ناجح زكي مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه للمصنفات وحمايه الملكيه الفكريه سابقا، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ يوسف اهلا بحضرتك. ازاي صحه حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يبارك فيك يا رب، والف مليون سلامه على حضرتك. ربنا يسلم حضرتك يا سياده اللواء. الواحد الظاهر عجز بقى ولا ايه بقى، هنعمل والله ايه؟ السن جري. انت عزيز على القلب ومثل مشرف للدوله. العفو يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يا فندم، ده حضرتك اللي شرفنا. سياده اللواء، مهم عندنا ان احنا نتكلم على مساله قانون لانشاء جهاز للملكيه الفكريه او حمايه الملكيه الفكريه، وده كان مطلب مهم جدا بقاله سنين، وكده كده زي ما احنا عارفين طبعا، وحضرتك كنت المسؤول عن ذلك، مدير الاداره العامه للمصنفات والملكيه الفكريه في الداخليه. ما هو هذا الجهاز يا دكتور؟ حضرتك، هو الموضوع في بداية الامر بدا عام 2022. حلو. بصدور توجيه رئاسي من القياده السياسيه حفظه الله بتشكيل لجنه لدراسه هذا الموضوع. وبالفعل يا استاذ يوسف اتشكلت اللجنه من مجلس الوزراء وممثلي كافه الجهات الحكوميه. حلو. وكان من اهم نتائجها اطلاق اول استراتيجيه وطنيه للملكيه الفكريه. وده طبعا تعظيم كبير جدا لدور مصر الريادي الداعم دائما للبعد التنموي. وفي 22/6/23 مجلس النواب اقر هذا المشروع يا فندم، المقدم من الحكومه باصدار قانون انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكريه. وكان من ابرز اهدافه ان هو كان اتحط تحت الرقم 163 لسنه 23 ان الدوله اهتمت اهتمام بالغ الاهميه بهذه المنظومه، واعتبرتها من احد الركائز الاقتصاديه والثقافيه التي تدفع عجله التنميه بمفهومها الشامل. والكلام ده حضرتك كان حافز كبير جدا في زياده الانتاج التكنولوجي وتنميه الثقافه والفنون والبحث والتطور. وكانت الماده 69 من الدستور الحالي يا فندم عام 2014 الدوله التزمت فيها بحقوق الملكيه الفكريه في مختلف المجالات. وفي سبيل ذلك انشئ الجهاز دوت اختص برعايه الحقوق وحمايتها. وكان يا فندم دور الدوله بعد تطبيق احكام القانون كان دورها كبير جدا في معالجه الاشكاليات اللي كانت موجوده. او علشان الكلام ده علشان نلحق بالتطور العالمي وايجاد الحلول القانونيه والعمليه ليها. شوف حضرتك احنا 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 بنوصل لفين وبننتقل من ايه لايه. صحيح. واحب ان انا حضرتك اقول كلمه كده يعني برضو ان الهدف الاساسي في انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكريه ان مصر تكون وجهه امام العالم كله، واحنا مصر دوله قويه ولنا وجود، وغصب عن اي حد باذن الله تعالى هيكون لنا وجود في جميع مجالاتنا. ده مما لا شك فيه. ونكون وجهه في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدوليه يا فندم. هايل. يعني دي القصه اللي بدات في حقوق الملكيه الفكريه، وكان توجيه من سيادته بان احنا نتطور ونعلى بنفسنا. وفي الفترة اللي أنا كنت ماسك فيها حقوق الملكية الفكرية حقيقي أنتجنا فيها. وكان توجيهات سيادة الوزير وسيادة الرئيس إن ده موضوع مهم إحنا بعاد عنه تماما. فالحمد لله رب العالمين إن إحنا بدأنا، وإن الجهاز ده جهاز قوي وهيكون لنا وجود فعال ما بين الدول المتقدمة بإذن الله تعالى يا فندم. طب ده وصححني يا دكتور بعد إذن حضرتك، إنه الكلام ده معناه إن الجهاز هيساعد على المزيد من الاستثمار في مسائل بقى التكنولوجيا، هيساعد على المزيد من البحث العلمي، هيساعد أكتر ويشجع في مسألة الإنتاج الفكري والفني بشكل عام وما إلى ذلك. فيبقى حتى الناس الأجانب أو إخواننا العرب اللي عاوز يجي ويقوم ببحث علمي هنا أو يسجل هنا أمر ما أو يعمل على استثمارات متعلقة بهذه النواحي يأتي وهو يعلم أنها بلد تستطيع حماية ملكيته الفكرية وتشجع هذا النوع من الاستثمار، صح ولا أنا غلطان؟ ده حقيقة جدا يا فندم. يعني زادت إنتاج التكنولوجيا دي حاجة مهمة جدا عندنا وإحنا متقدمين فيها بفضل ربنا دلوقتي جدا.
وتنقية الثقافة والفنون والبحث والتطور، الكلام ده كله مطلوب، وإحنا يعني بنقدم نفسنا وأرواحنا إن إحنا نتطور. يعني اللي 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 يتحرك في اتجاه غير كده يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا لسه سامع حضرتك في بداية الحلقة بتتكلم على الأشكال اللي بدأت تظهر بشكل مش كويس، لازم نقف قدامهم بقوة، وده كلام مظبوط، والدولة مش ساكتة. احنا يا فندم بلدنا هنحميها غصب عن أي حد في جميع مجالاتها. اه والله لو على رقبتنا، يا نهار أبيض. والله لو على رقبتنا. وبعدين حصلت قبل كده يعني. بس احنا وربنا نصرنا يعني. عايزين الناس يا استاذ يوسف تقوم، عايزين الناس تبقى قويه، واخد بال حضرتك؟ مصر ناسها كويسه جدا، بس يا عيني ما بيحبوش يظهروا الا في وقت الشده، احنا عايزين طول الوقت بتاعنا يكون وقت شديد ولينا وجود. ايوه ما يريحش. انا اشكرك جدا سياده اللواء، نورتني وشرفتني واسعدتني الى ابد الحدود، كل الشكر سياده اللواء الدكتور ناجح ذكي، مدير مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه للمصنفات وحمايه الملكيه الفكريه سابقا.